عادات المصريين في الاحتفال بالعيد رغم اختلاف الزمن هي ما بتتغيرش. صلاة العيد والزيارات العائلية والخروجات في الجناين والشوارع. تعالوا مع بعض نزور مناطق وأحياء مختلفة في عيد الفطر المبارك في مصر. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ رحلتنا وجولتنا النهاردة. رحلتنا مع بعض هنبدأها من هنا من جنب نهر النيل ومن شارع كورنيش النيل، وهنشوف عادة من عادات المصريين في الاحتفال بالعيد وبالمناسبات بصفة عامة، وهي الخروج والجلوس في الجناين. ويا سلام بقى لو الجنينة دي جنب النيل تبقى الفرحة فرحتين. شفنا الشباب اللي راكبين على الحصان هنا، برضو يمكن من الحاجات اللي بدأت تنتشر في العيد بشكل كبير وبيكونوا سعداء بيها جداً. هتلاقوا هنا احنا جنب كوبري المنسترلي، وفي الجناين المنتشرة هنا أسر بأكملها جاية بتحتفل بالعيد مع الأكل والشرب، وبيفرشوا فرشة كده أو ملاية أو كوفرتا، وبيقعدوا يستمتعوا بأجواء الصحبة واللمة في يوم من أيام العيد. والأطفال بتجري وتلعب وتتنطط، ألعاب الحركة اللي يمكن نسيناها من كتر هجوم الألعاب الإلكترونية على أولادنا. تلاقوا كمان هنا يمكن عربيات الفشار والآيس كريم منتشرة في أرجاء المكان عشان تخدم على الناس اللي موجودين. تلاقوا كمان يمكن الناس اللي بيبيعوا البالونات بشكل كبير. يعني بصراحة جو الألفة والقرب ممتع جدا في العيد، وريد دايما نكون كده طول السنة. عموما على امتداد كورنيش النيل وفي مناطق كتير منه بتلاقي الناس فعلا بيحبوا جدا يحتفلوا بالعيد جنب نهر النيل. وزي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت، في ناس بتحب ان هي تحتفل بالنيل جوه النيل بالفعل، وتركب المراكب النيلية وتحتفل بالعيد جوه المركب دي. طبعا شارع كورنيش النيل اللي احنا فيه في الاتجاه اللي احنا رايحين فيه ده هو اتجاه المعادي وحلوان، ولو لفينا ومشينا على طول في الاتجاه التاني هنعدي على مجرى العيون والقصر العيني، وهنكون في اتجاه ميدان التحرير. تلاقوا زي ما حضراتكم شفتوا كده كمان بياعين غزل البنات اللي موجودين هنا، وشايفين الاسر وهي قاعدة ومبسوطين جدا. وخروجة بسيطة ومش مكلفة خالص، لكنها خروجة بتغير نفسيتك وبتغير علاقتك بأسرتك وعلاقتك بأصحابك. وزي ما قلنا الأطفال بيستمتعوا بيلعبوا وبيتنططوا وبيفرحوا بالعيد بشكل كبير. احنا لسه ما زلنا في شارع كورنيش النيل وما زلنا بنستمتع بالأسر اللي موجودة في الجزء اللي احنا موجودين فيه. هسيبكم تستمتعوا بالشارع في الجزء ده، وبعدين هننتقل من هنا لمكان تاني. ومن نهر النيل بقينا في جزيرة جوه النيل، وهي جزيرة الزمالك. وكلمة جزيرة لما بتسمعها الكلمة نفسها بتحس انها غيرت نفسيتك للأحسن. هنا بقى هتلاقي انتشار الحناطير اللي عدد كبير من الناس بيحبوا يركبوها ويستمتعوا بيها في رحلة جوه شوارع القاهرة خلال أيام العيد وخلال كل المناسبات المختلفة على مدار السنة. هنعدي من تحت كوبري 15 مايو وهندخل نتمشى في الشارع الرئيسي والتجاري جدا في الزمالك، وهو شارع 26 يوليو، واللي كتير من الناس بيحبوا انهم يخرجوا فيه في العيد. قدامنا زي ما حضراتكم شايفين قصر عائشة فهمي، وشايفين برضو هنا الأسر الأب والأم والأطفال خارجين ومستمتعين بيوم من أيام العيد مع بعض. احنا في الجزء التجاري في حي الزمالك وجزء من شارع 26 يوليو اللي احنا عارفين انه ممتد امتدادات كتيرة في وسط البلد وبولاق، وبيكمل بمحور 26 يوليو ولغاية مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات. يعني معظم أيام السنة بتبقى خروجة أهل الزمالك وعدد من أهل مصر هنا في الشارع، لأنه مليان بالمحلات التجارية، موجود فيه عدد كبير من المطاعم، موجود فيه كافيهات، وتمشية فعلا جميلة في الشارع اللي يمكن هتلاقوه مضلل كده عشان هو من الشوارع المسقوفة بكوبري 15 مايو، وهو اللي موجود فوقينا زي ما احنا شايفين. شارع هنا يمكن بيقسم الزمالك لحتتين، في ناس بيقولوا على الجزء اللي على يمنا هي الزمالك البحرية، والجزء اللي على شمالنا هنا هي الزمالك الإبلية. طبعا الزمالك البحرية لأنها موجودة على نهر النيل، والزمالك الإبلية دي هتلاقوا فيها كده عدد من الشوارع الداخلية الرائعة في جزيرة الزمالك. يمكن الشارع هنا بيكون زحمة جدا طول أيام اليوم،
وحتى مع هدوء الشوارع في مصر في العيد بصفة عامة، شايفين قد ايه الشارع برضو زحمة بشكل يمكن اكبر من المعتاد. كان على شمالنا هنا دلوقتي ده شارع حسن صبري، وعلى يمنا لو دخلنا من هنا هنكون في شارع البرازيل. طبعا الزمالك من المناطق المهمة والراقية في مصر، رغم ان كلمة زمالك معناها اصلا العشش المصنوعة من البوص. يعني زي ما حضراتكم شايفين على يمنا هو، شايفين انتشار المطاعم والكافيهات على طول الشارع، والشباب والاسر مستمتعة بالجلوس في المطاعم دي او بالتمشية في الشارع بصفة عامة. عموما فعلا الزمالك يعني من اجمل وارقى مناطق القاهرة، يعني مكان ساحر بمعنى الكلمة. وطول ما انت ماشي في شوارع الزمالك هتكون مستمتع بيها جدا، وخاصة بقى يعني لو حبيت التمشية كده في هدوء وروقان بال، تدخل بقى الشوارع الجانبية جوه الزمالك، شارع شجرة الدور والشوارع الجانبية عموما بصفة عامة، هتحس كده بالراحة والطمأنينة. لسه الأسر منتشرة جدا في الجزء اللي احنا فيه، وده نظرا لانتشار الكافيهات والمطاعم اللي موجودة هنا. تقول لكم ان الزمالك قبل ما تبقى سكن للأمراء والأغنياء والبشوات، كانوا بيسكنوا في جاردن سيتي والأسبكية، وده عشان قربهم من قصر عابدين. لكن مع بدايات القرن العشرين اتنقل عدد كبير من الناس عشان يسكنوا هنا في الزمالك. طبعا لو كملنا على طول هنكون هنطلع على كوبري 15 مايو، وهنكون في اتجاه المهندسين، لكن احنا هنلف ونرجع مع بعض عشان نروح على شارع الخليج نتفرج عليه، ونروح على شارع الجزيرة، وهننهي الجزء ده من رحلتنا في العيد جوه الزمالك من شارع الجزيرة. لحضراتكم شايفين لسه بنتمشى مع بعض جوه جزيرة الزمالك، واللي سكن فيها عدد ضخم من السياسيين والفنانين والأدباء والكتاب وغيرهم كتير. يعني الزمالك حي مليان بالسفارات، عدد ضخم من الدول موجود سفاراتهم هنا زي حي جاردن سيتي، ولكن السفارات هناك أقل من الزمالك. موجود كمان هنا نوادي كتير ومسارح وسينمات وجناين، كان اللي من أشهرهم جنينة الأسماك، ومن أشهر النوادي طبعا النادي الأهلي اللي موجود في الزمالك، وكمان موجود هنا برج القاهرة أو برج الجزيرة، واللي برضو بيكون خروجة حلوة للناس في الأعياد بصفة عامة. وكمان شارع البرج اللي موجود فيه البرج، فيه برضو عدد كبير من الناس بيستمتعوا بالتمشية فيه خلال أيام العيد. ما زلنا مع بعض في شارع 26 يوليو وما زلنا في الزمالك، وعايزين نقول ان الشارع اللي بيطل على النيل في الزمالك، او هو يمكن اللي يتقال عليه كورنيش الزمالك، هو شارع ابو الفدا. واحنا دلوقتي راجعين مع بعض في اتجاه شارع محمد عبد الوهاب، وفي اتجاه مطلع كوبري 15 مايو في الاتجاه اللي رايح على وسط البلد ومسبيره، وهنكمل طريقنا زي ما قلنا مع بعض لغاية ما نشوف شارع الخليج والسفن النيلية في الزمالك. وزي ما حضراتكم شايفين يمكن مازال عدد كبير من الناس بيستمتعوا بالتمشية في الشارع، ويمكن لاحظنا ان في عدد كبير من المحلات خدت اجازة بقى في العيد. دي هتلاقيها معظمها كانت محلات ملابس، لان اغلب الناس اشترت هدوم العيد خلاص قبل العيد، بيلاقوا اصحاب المحلات دي بيلاقوها فرصة ان هم ياخدوا اجازة ويدوا للعمالة اللي موجودة عندهم اجازة في العيد. طبعا المطلع زي ما حضراتكم شايفين هو ده المطلع بتاع كوبري 15 مايو في الاتجاه اللي رايح على وسط البلد ومسبيره، والمبنى اللي موجود على يميننا دلوقتي ده طبعا هو فندق ماريوت الشهير في الزمالك. واحنا كده رايحين في اتجاه شارع محمد عبد الوهاب، عندنا اختيارين، ممكن ندخل شمال كده ونرجع مرة تانية على شارع 26 يوليو، ولكننا جرينا الصورة بقى وحنجري جوه شارع محمد عبد الوهاب لغاية ما نوصل لشارع الخليج، عشان نتفرج كده على الشارع اللي مليان بالمراكب والبواخر النيلية، واللي احنا بقينا موجودين فيه دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين. وشايفين قد ايه الاشجار المنتشرة في المكان هنا جوه شارع الخليج، واللي مليان بالمراكب والبواخر النيلية، ويمكن من اشهرها باخرة نايل سيتي، مراكب عايمة كده واحدة جنب التانية جنب التانية، وبرضو تعتبر من الخروجات المميزة في العيد في الزمالك. يمكن المركب
بيكون في مطعم، بيكون في كافيه، ممكن تعمل جوه المركب احتفالات مختلفة على مدار السنة. ويعني منظر النيل من المركب، خاصة بقى وقت المغرب ووقت الغروب ووقت انعكاس ضوء الشمس كده على صفحة النيل، بيبقى ساحر وحلو جدا. شفتوا واحد من الحناطير المنتشرة هنا، وهنلاقي انتشار كبير لعدد كبير من الحناطير في المنطقة اللي احنا ماشيين فيها، واللي بتعتبر كده يعني تجمع للحناطير دي اللي ممكن تيجي هنا وتقدر تاخد حنطور، وبيكون خروجة مميزة لعيلتك والأطفال بيستمتعوا بيها بشكل كبير. احنا يمكن هندخل بعد شوية صغيرين من الشارع اللي هيخرجنا من شارع الخليج على شارع الجزيرة، وحيكون تقريبا قدامنا شارع البرج اللي بيدخلنا على برج الجزيرة أو برج القاهرة. فعلا منطقة الزمالك من المناطق اللي هتحبها جدا، وهتحب ان انت تتمشى فيها، وهتحب ان انت تقعد على النيل جوه جزيرة الزمالك. طبعا هنلف يمين اهو زي ما حضراتكم شايفين، يمكن عربية البطاطا اهو موجودة برضو من العربيات اللي موجودة هنا، وكمية الأشجار المنتشرة في جزيرة الزمالك. وادي بقى الحناطير اللي لسه كنت بكلمكم عليها من شوية. يعني هنعدي الشارع وبعدين هننتقل لمنطقة جديدة. رحلتنا مع بعض وصلت لعابدين وميدان عابدين وحي تاريخي، ويا ما حصلت فيه حوادث تاريخية على مر الزمن. احنا موجودين دلوقتي في شارع الجمهورية وطالعين على ميدان من اجمل ميادين مصر، وهو ميدان عابدين، او الميدان اللي متسمي دلوقتي ميدان الجمهورية. يعني زي ما حضراتكم شايفين الجزء اللي قدام القصر مباشرة حصل فيه عملية تطوير في الفترة الأخيرة، واتعمل له كده زي ما احنا شايفين كده مجموعة من البوابات اللي ممكن ان انت تدخل فيها، ويمكن التذكرة اللي موجودة عشان تقعد في المنطقة دي بخمسة جنيه بس، وموجودة هو قدامكم بياعين البالونات اللي منتشرين. وعلى يمنا دلوقتي محافظة القاهرة، وعلى شمالنا الجزء الجميل اللي ممكن يبقى خروجة مميزة. وفعلا جزء كبير من أهل مصر ومن قدام قصر عابدين بيحتفلوا بالعيد في المكان الجميل وسط الخضرة والجناين والمطاعم وألعاب الأطفال المنتشرة هنا، وسط منظر وقصر مهيب كان هو قصر الحكم في مصر لعشرات السنين. يعني واحنا بنمشي كده بصراحة انا معرفش الموضوع الجديد ده اللي بقوا الشباب والبنات يقعدوا كده في وسط الشارع عشان يتصوروا، يعني ربنا يحفظهم جميعا، لانه الموضوع فعلا يعني صعب جدا، وموضوع مش امان على الاطلاق ان هم يعملوا الموضوع ده. فيعني اتمنى ان هم يبطلوا، يعني في سبيل ان انت تاخد صورة يعني ممكن تفقد حياتك، ربنا يحفظهم ويحفظنا جميعا يا رب. زي ما قلت لكم المكان اللي موجود على شمالنا دلوقتي رسم الدخول ليه 5 جنيه بس، وتبقى موجود قدام القصر الرهيب وهو قصر عابدين بعد ما تم التطوير المكان ده، وبقى مكان رائع للخروج طول أيام السنة مش في العيد بس. كمان موجود في الجزء يعني بعد الحواجز اللي موجودة دي، هتلاقوا الجزء ده طبعا مفيش عربيات بتمشي فيه، وبالتالي بيستغلوا الشباب والأطفال ان هم يلعبوا ويجيبوا العجل بتاعهم، او حتى يكونوا مأجرين عجلة من محلات التأجير العجل اللي موجودة في مصر، ويجوا بقى يستمتعوا بان هم يسوقوا العجل بتاعهم في امان هنا بعيدا عن الشوارع اللي موجودة فيها العربيات. احنا بنلف مع بعض وبقينا في شارع ميدان الجمهورية، وهو ده الشارع اللي بيودينا على شارع الشيخ ريحان. الشارع هنا موجود فيه مجموعة من الجناين المحيطة بقصر عابدين، برضو عدد كبير من الأسر وعدد كبير من أهل عابدين وأهل السيدة زينب بيحبوا ان هم ييجوا ويقعدوا في الجناين اللي موجودة على شمالنا دلوقتي. رجعنا مرة تانية لنهر النيل، وحنشوف مع بعض وحنعدي مع بعض كوبري من الكباري اللي عدد كبير من المصريين بيحبوا ان هم يحتفلوا عليها بعيد
الفطر أو عيد الأضحى أو معظم المناسبات، وهو كوبري قصر النيل اللي موجود فيه الأسود اللي قدامكم دلوقتي، واللي يعتبر من أجمل الكباري على نهر النيل ومن أعرقها تاريخيا. هنعدي الكوبري، ويعني من كتر زحمة الناس المرور حط مجموعة كده من الحواجز عشان الناس ما تنزلش وتمشي برا الحواجز دي وتبقى ماشية على الرصيف الخاص بالكوبري، رغم ان في بعض الناس برضو ماشيين جنب الحواجز دي وعلى اطار الكوبري عشان يقدر العربيات ان هي تعدي الكوبري ويكون الناس كمان في امان كبير. يعني احنا تقريبا في يعني بنرجع ل 150 سنة من ذاكرة القاهرة واحنا بنعدي من على كوبري قصر النيل، لانه مش بس كوبري بيربط ضفتين من ضفاف نهر النيل، لكن بيعتبر من المعالم الرئيسية لعاصمة مصر القاهرة. كوبري فعلا رمز من رموز القاهرة، وبيربط ما بين ميدان التحرير المشهور واللي كان اسمه ميدان الإسماعيلية وبيربطها بجزيرة الزمالك. كوبري افتتح سنة 1872 في عهد الخديوي إسماعيل اللي كان صاحب فكرة إنشاء الكوبري اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. عدد كبير من الشباب بيحبوا ان هم يوقفوا على الكوبري ويتصوروا عليه ويبقى وراهم كده نهر النيل ووراهم الفنادق الكتيرة جدا اللي منتشرة واللي موجودة على قدام نهر النيل مباشرة. وان شاء الله بإذن الله هيكون يمكن زي ما زورنا كده ممشى اهل مصر في رمضان، هيكون في الجزء اللي على يميننا هنا في امتداد كده لممشى اهل مصر، وعلى شمالنا كمان هيكون في امتداد لممشى اهل مصر اللي معدي بقى من قدام ماسبيرو وبيكمل معانا قدام جاردن سيتي، واللي اعتقد ان الممشى ده هيكمل معانا لغاية ما يوصل لحلوان. شايفين الناس ما زالوا بيستمتعوا، كان في حناطير برضو معدية قدامنا، واحنا بعد ما بنعدي كوبري قصر النيل بيبقى عندنا اختيارين، يا اما ندخل يمين هنا من على شارع كورنيش النيل في اتجاهنا لجاردن سيتي، يا اما بنكمل على طول وبنروح على ميدان التحرير، وبيكون على شمالنا هنا مبنى جامعة الدول العربية زي ما احنا شايفين مع بعض. هنفضل مكملين طريقنا، ويمكن الخديوي اسماعيل الكوبري اللي احنا عدينا عليه من شوية كان هدفه انه من انشائه انه هو يوصلك لسرايا الجزيرة اللي اتكلمنا عنها في حلقات الزمالك، وشفنا قد ايه سرايا الجزيره اللي هي دلوقتي فندق الماريوت، واللي شفناها من شفنا الفندق ده اللي هو كان الفندق الاحمر واحنا خارجين من شارع 26 يوليو، هو ده فندق الماريوت واللي كان قبل كده هو سرايا الجزيره. احنا داخلين مع بعض دلوقتي بقى على ميدان التحرير، وبرده في عدد من الناس بيحبوا ان هم يخرجوا جوه ميدان التحرير في أيام عيد الفطر وفي أيام المناسبات بصفة عامة زي ما حضراتكم شايفين معايا. يعني هنتمشى شوية كده جوه ميدان التحرير وبعدين هننتقل لمكان تاني وآخر مكان في رحلتنا النهاردة. كنتش حابب انهي رحلتي في عيد الفطر المبارك من غير منظور حي من الاحياء اللي انا بحبها جدا وبعتز بيها جدا، وهو حي المهندسين، ونشوف اجواء العيد شكلها عامل ازاي بعد ما شفنا اجواء اول يوم العيد في الحي اللي احنا فيه وفي الشارع اللي احنا فيه جنب مسجد مصطفى محمود. لكني بصراحة اتفاجئت بشكل كبير ان شارع جامعة الدول العربية بالهدوء والفضاء ده، وداخلين دلوقتي برضو على شارع من الشوارع التجارية في المهندسين وهو شارع شهاب، شايفين قد ايه هادي، شايفين قد ايه المحلات قافلة، يعني مفيش تقريبا ناس ماشيين في الشارع، يمكن انا قدامي عربيتين وعلى الناحية التانية عربيتين او ثلاثة بس اللي معدين. صراحة اتفاجئت بكم الهدوء هنا، ولكن هو هدوء برضو جميل، واللي بيحبوا الهدوء يقدروا يتمشوا في شوارع المهندسين خلال ايام العيد. اتمنى ان رحلتي اللي كانت متنوعة النهاردة في عدد كبير من احياء ومناطق وشوارع مصر تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير، مهم جدا عمل لايك للفيديو. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.